خدعوك فقالوا الكورونا صناعة أمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلتنا في العالم العربي ويمكن في دول كتير جدا هو اننا بنعتقد ان كل شيء في هذا الكوكب جزء من مؤامرة ماسونية امريكية صهيونية مش عارف ايه. ده اللي احنا دايما بنحاول نفسر اي شيء بهذه التفسيرات. فمن ضمن التفسيرات طبعا اول ما ظهر الكورونا ان الكورونا مؤامرة امريكية وانه فيروس تم تصنيعه في امريكا علشان ترامب مش عارف يضرب الصين اقتصاديا فقال نضربها وبائيا. وبعد شوية لما الصين بدأت تتغلب نسبيا على المرض وبدأ المرض ينتشر في أوروبا ومنها لأمريكا اتقال لا ده الفيروس ده أصلا صناعة صينية وأنه هو الصين حب تضرب بيه الغرب بس هو انفجر فيه هي الأول. طبعا كله كلام وكلام عكسه وكل الناس مقتنعة بهذه النظريات التآمرية الكونية المهلبية الملوخية كل حاجة بعضي كده. السؤال هنا هل شرط ان الفيروس ده لازم يكون معمول معمليا؟ الاجابه لا طبعا. كورونا فيروس موجود من زمان، قلنا ان هو موجود من الستينات كمسمى يعني، لكن يعتقد ان الفيروس نفسه موجود في من الاف يمكن ملايين السنين، وقد يكون موجود في اجسام البشر والكائنات الحيه الاخرى من الثدييات او من الحيوانات اللي هي الثدييات من ملايين السنين. الكورونا بشكله الوبائي الشديد اللي هو النسخ اللي هي الشديدة منه بدأت تظهر أو تكتشف من أول 2002 سارس، 2012 ميرس، 2019 كوفيد 19. فهو تقريبا كل 10 سنين بيعمل طفرة كبيرة بيعمل مشكلة. قد تكون المشكلة السنة دي أو الطفرة اللي عملها السنة دي أكبر من الطفرات الأمريكية من حيث الانتشار وإن لم تكن أكبر من حيث الشدة. يعني سارس كان وفياته 10%، ميرس وفياته 40% 45%، كوفيد يعني يتراوح ما بين 2-5% في الحالات المعلنة أو الحالات المسجلة، والنظريات بتقول إن هو ممكن يكون حوالي 0.5%. الدول اللي عملت مسح شامل لقيت إن هو وفياته 0.5% يعني أكتر شوية بس من الإنفلونزا الموسمية العادية. ده شيء مهم جدا انه مش لازم يكون صناعة معملية. طب هو برضو لازم ما يكونش صناعة معملية؟ هل اشترط ننفي في نظرية المؤامرة تماما؟ لا مش هننفيها تماما، بس ما اعتقدش فيها بهذا الشكل. ما يبقاش الفيروس ده ملوش حل لان يا اما امريكا ضربت بيه الصين او الصين ضربت بيه امريكا. العالم تديره قوة الهية اكبر بكتير من امريكا واكبر بكتير من الصين واكبر بكتير من روسيا واكبر بكتير من الاتحاد الاوروبي وأقوى بكتير من الماسونية العالمية وأقوى بكتير من أي نظرية تآمرية إحنا مصدقينها. أنا في ناس بعتبرهم أو بسميهم عباد أمريكا، اللي هو يرى أن أمريكا على كل شيء قديرة وأنه محدش يقدر على أمريكا. الكلام ده مش سليم ومش صحيح. أمريكا دولة هشة جدا، دولة عادية، دولة يعني هي دولة متقدمة وكبيرة وأقوى دولة في العالم حاليا، لكن في الآخر مجتمع عادي خالص، دولة عادية جدا. البشرية في تاريخها عدى عليها امبراطوريات أقوى بكتير من أمريكا من حيث القوة النسبية طبعا بالدول اللي حواليها ومن حيث الحضارة الفعلية. يعني أمريكا عندها تقدم علمي وبتاع لكن ما عندهمش شعب متحضر زي مثلا الشعب الإغريقي زمان أو زي الشعب الفرعوني زمان. وبالتالي فحضارة أمريكا محكوم عليها بالفشل وبالانهيار قريبا جدا، ممكن أقرب مما نتخيل. فبلاش يعني كل حاجة نصدق فيها ان دي نظرية تآمرية امريكية ماسونية مش عارف ايه. الشيء المهم جدا انا بقول عباد امريكا اللي هم من يعتقدون في ان امريكا تستطيع ان تفعل كل شيء وكل حاجة في هذا الكوكب بتعمله امريكا او بيعديش من تحت ايد امريكا. مش شرط يكون اللي بيقول الكلام ده بيحب امريكا او منبهر بالنظرية الامريكية او بالتجربة الامريكية، ممكن يكون جدا بيكره امريكا لكنه برضه بيعبدها، بمعنى انه يرى ان امريكا تستطيع ان تفعل كل شيء ولا يعجزها شيء في الارض
وبيضفي على أمريكا صفات الإلهية أو الألوهية بغير وجه حق. الفيروس الأوقع والأنسب والأكثر تفسيراً أنه فيروس عادي خالص، طفرة جينية عادية جداً لفيروس معروف من زمان، بدليل أنه ضرب العالم كله، ما فيش دولة واحدة في العالم حالياً لم يدخلها الفيروس. موضوع ليه ما تعملوش مصر لغاية دلوقتي، ده بيؤكد أكثر أن الفيروس مش معمول معملياً، لأن لو كان هم في دولة معينة هي العملة كان على الأقل هتحمي شعبها منه. نظريت بقى أن دي مؤامرة من رجال الأعمال العالميين عشان يخفضوا سكان البشرية للربع، وعشان بقى كده يطلع بيل جيتس يقول لك ده أنا عندي شريحة بحطها في جلد تحت جلد كل الناس، على أساس أن ده يعني هيحطها لك مع المصل. طبعا الكلام اللي بيتقال يعني أنه في مصل هتوزع أمريكا بعد كام شهر كده على العالم كله، والمصل ده هيكون فيه شريحة لا ترى بعين المجردة تتحقن من ضمن المصل، وعن طريق الشريحة دي هيراقبك ويراقب كل تحركاتك. اولا هو مش محتاج دي عشان يراقبك، يعني هو الفيسبوك والتويتر والواتساب والحاجات دي يعني بتحلل بياناتك وبتراقبك اكتر ما انت متخيل. الحاجة التانية انه الحكاية دي يعني مش بالشكل اللي انت متخيل، يعني مفيش حد في الدنيا هيقدر يجيب مصل ويحط فيه حاجة الكترونية وتعدي على كل دول العالم محدش ياخد باله منها. يعني ابسط حاجة، مفيش دولة في العالم هتاخد عينة من المصل ده تحطها تحت الميكروسكوب تشوف ده ايه ده فيه ايه، او تعمل له تحليل تشوف ده يطلع ايه. كان ده مش سليم طبعا. بس فدي كانت يعني تحليل بسيط انه مفيش حاجة اسمها كل حاجة تحصل في العالم نفسرها بان دي نظرية مؤامراتية امريكية، ولا حتى انها نظرية ضد امريكا. يعني لا ينفع ان انا افسر كل شيء على ان امريكا اللي بتعمله، ولا انه الصين هي اللي بتعمله، ولا انه اي حاجة. يا جماعة هناك قوة إلهية تدير هذا الكون ولها حكمة في كل ما يحدث، سواء أنا فهمت الحكمة دي أو ما فهمتش الحكمة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.